الروتين بتاع البنوتة الجميلة دي، هما فيهم خصلة كده أو عادة، إن أول ما بتصحى لازم تغسل شعرها، بصوا وتحط بقى الماسكات بتاعتها والحاجات، بس غسيل الشعر ده أساسي عندهم، ده اللي أنا لاحظته في كذا فيديو. يعني هي بقى بعد ما حطت الماسك وغسلت شعرها، فقالت تطلع ايه تروق كده ترويقة صغننة عبال ما الماسك ايه ينشف على وشها. بصوا بتكنس بالمكنسة اهي. البيوت بتاعتهم جميلة جدا يا جماعة، حلوة قوي بجد. بعد ما كنست بقى عايزة تمسح، فجابت بقى الـ يعني المسحوق بتاعهم الخطير، الصابون الخطير اللي بيستعملوه، هي اصلا من غير اي حاجة الحاجة بتلمع ما شاء الله. يعني بيوتهم جميلة جدا ونظيفة جدا، وكل حاجة فيها مرتبة ومنظمة وحلوة قوي. تمسح ورا الحاجة اهي، لو بسيطة مفيش مثلا العفش الكتير الاوفر الحاجات الكلاسيك اللي زي عندنا، لا كلها حاجات بسيطة كده ورقيقة في نفس الوقت. بص خلصت اهي. بعد كده بقى هتعمل حاجة تانية، بتمسح بقى، يعني مسحت الاول الارض وبعد كده بتمسح بقى الترابيزات الموبيليا الحاجات دي. بصوا الجمال يا جماعة، بتظبط بقى لو في وبر في تراب في حاجة على السرير بتظبطه، وكمان بتكويه في نفس الوقت. بصوا الجمال، بصوا الوبر قد ايه طالع. راحت بقى تغسل وشها وتظبط بقى نفسها، يعني بعد ما خلصت اهي، وبتشحن التليفونات كل حاجة. بصوا بسرعة بسرعة وفي نفس الوقت يعني جميلة، بسرعة وجميلة. ايوه بتنشف شعرها بقى بالاستشوار بتاعها.